صور جميلة صنعها الجمهور سكيكدي قبل أثناء المباراة التي جمعت الشبيبة المحلية وشبابتنا. الألوان البيضاء والسوداء كانت سيدة الميدان دون منازع، بالرغم من أن الشوط الأول لم نسجل فيه ما يستحق الذكر عدا هذه المحاولة الوحيدة للهجوم السكيكدي والتي كان فيها الحارس مزوزي أسرع من المهاجم، والشوط أول سلبي على طول الخط. الشوط الثاني كان أكثر حيوية إذ سجلنا دخولا قويا لأصحاب الأرض بواسطة المتألق في هذا اللقاء خلفي الذي كان وراء معظم المحاولات الهجومية السكيكدي. نلعب الدقيقة 65 وخلافي في هجوم خطير على الناحية اليسرى مرر في العمق، الكرة لامست المدافع والسيد غربال مصطفى يعلن عن ضرب الجزاء لقية احتجاجات العناصر البتنية. الإعادة توضح شرعية الضربة من عدمها. بو العنصر ينفذ والحارس مزوزي قرأ حركة اللاعب جيدا فكان تدخله موفقا منقذا مرماه من هدف محقق. إنه منعرج مباراة التي تحول فيها إشبال المدرب رشيد بو عراطة إلى الهجوم ليستفيدوا عند الدقيقة 76 من مخالفة خطيرة نفذها بروعة خناب، والحارس خلف صلاح الدين استعمل كل مهارات حارس المرمى لإنقاذ الموقف. لتكون هذه الوقفة المساندة من الجمهور السكيكدي لعناصره، لكن الدقيقة 87 باغتت الجميع فإثر هجوم معاكس لشباباتنا تفنن مصفار أسامة في عملية التمرير بالعقبة. اللاعب البديل ربوح الذي سدد بقوة وبروعة ولم يترك مجال للحارس خلف صلاح الدين يوقع هدف المباراة الحاسم والقاتل الذي انزل العرق البارد لدى انصار الشبيبة. وهذه الصورة بالعرض البطيء للهدف الجميل فكانت فرحة مدرب رشيد بو عراطة وإشباله على خط التماس أبلغ من الوصف. الدقيقة الأخيرة حاول فيها شبيبة سكيكدا العودة في النتيجة، وهذه المحاولة للمتألق خلافي، لكن الحارس البتني كان له رأي آخر، ونهاية المباراة بفوز ثمين وثمين جدا لأبناء عاصمة الأوراس بتنا.